السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السين اتكررت 4591، بينما الشين اتكررت 25123، يعني 5 أضعاف السين. طيب لما تيجي تقول طاسين، طاسين هي القليلة 4591، المفروض الشين اللي هي 25123 هي الأكثر. ده مفهوم سطحي ونظري. ليه؟ لأن القرآن لما نزل بدون تنقيط، بدون إيه تنقيط، يعني مفيش نقاط. فلذلك لما تقول طاسين فهو المقصود بها السين والشين. طيب لما تقول حاميم يبقى الحاء مقصود بها الحاء والجيم أو الخاء، يعني أي حرف من الثلاثة. وده لما تيجي الحروف المقطعة هتلاقيهم 14 حرف. طيب والتكرار بتاعهم اللي هو المزامن ليهم، يعني السين شين، الراء زين، الطه ظه، الجيم حاء وخاء، هتلاقي نفسك انت جبت 28 حرف بتوع اللغة العربية، بتوع اللغة الايه العربية. وقلنا ان احنا عندنا حوالي 27 آية اللي هم فيهم حروف مقطعة، 27 منهم 17 آية الحروف المقطعة منفصلة في آيات منفصلة، والعشرة في آيات مشتركة يعني في نفس الآية. دي برضو مهمة. أما بموضوع ياسين وطه، فهنلاقي إن أسماء مكتوبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب لغاية المحراب طول عليه الصلاة والسلام. فأول حاجة هتلاقي اسم أحمد، الرسول اسمه محمد لكن هتلاقي اسم أحمد، وهتلاقي حامد ومحمود ووحيد، وهتلاقي الحاشر والماحي، وهتلاقي العاقب، وهتلاقي طه وياسين. طه وياسين، ولذلك أنا كنت يعني ممكن نحطها حروف مقطعة وممكن نحطها إيه أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام زي ما هو مكتوب، وطاهر ومطهر وطيب، وهتلاقي المدثر والمزمل وعبد الله وحبيب الله وصفي الله وكليم الله وخاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وهتلاقي المفتاح ومفتاح الرحمة ومفتاح الجنة وصاحب المغفرة وفصيح اللسان مطهر الجنان. أسماء 201 اسم. فلذلك ده بيبين ايه؟ بيبين ان في واحد كان علق في اول شريط للحروف المقطعه في سوره ابراهيم لما اتكلمت فيها، فقال لي ان سيدنا محمد لا هو خاتم النبيين ولكن ليس خاتم المرسلين. خاتم المرسلين اللي هو اسمه احمد، احمد بناء هو طبعا على الايه، وذكر الايه اللي هي رقم 6 في سوره الصف اللي هي فيها بشر سيدنا عيسى برسول من بعده اسمه أحمد، لكن هو أحمد هو محمد لأنه مكتوب في المسجد النبوي. فأرجو من الأخ اللي كتب لي هذا التعليق وقال لي إنه مش آخر المرسلين وقال كلام يعني كلام كبير أوي شوية، يعني أنا فكرت إن أنا غلطت في حاجات كبيرة، ولكن اتضح إنه هو إزاي أنا أطلق اسم آخر المرسلين على سيدنا محمد، والمفروض أقول آخر النبيين. ولذلك لو راح المسجد النبوي هيلاقي اسم ايه اخر خاتم الانبياء وخاتم الرسل، هيلاقيها موجوده على جدار المسجد النبوي موجوده، وهيلاقي موجود من اسماء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيدنا احمد عليه الصلاه والسلام وحامد عليه الصلاه والسلام ومحمود ووحيد الرسول عليه الصلاه والسلام وبالطاهر ويعني والطيب إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء في شريط آخر لنكمل كلامنا في سورة إبراهيم. ده احنا كله في أول كلمة اللي هي الألف لام راء، اللي بداية سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لغاية بقية الآية وهكذا. هناخد تكملة في سورة إبراهيم لأن فيها حاجات ومعاني يعني بالظاهر ما تقدرش تشوفها، لازم إيه عاوزة يعني نظرة عميقة وتفكر في الموضوع ده. وإلى هنا وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا والسلام.